ما تزال العديد من العوائل في إقليم الجزيرة تحافظ على مهنة تربية الخيول، والتي تعتبر متعة يجدون من خلالها الحفاظ على الأصالة والتراث أكثر من فوائدها المادية. وتشتهر هذه المناطق بالحفاظ على سلالات الخيول الأصلية. وعن كيفية تربية الخيل والاهتمام بها وتكاثرها تحدثت لنا مربية الخيول نهلة الحسين. من بحجيرة. الخيل يعني واحد من العيلة، مثله مثل ولادنا وأقل من ولادنا. نقعد الصبح يعني مثل ما نحط لولادنا فطور، روح نحط لهن التبن أول شعير يكون موجود، أول نخالة. بس السنة هذه يعني ما بيعدهن، التبن قالي، نحط لهم الصبح علفهن اللي يازيهن، والمسا زادينا نحط لهن ونشوفهن لأنه مربوطات، نشوف إذا بي وحدة تعبانة أو أدها شغلات نفسية أو شياتيني هيش نراقبهن. أي إحنا هذه من أجدادنا، يعني عندنا الخيل من أجدادنا، واحد عن واحد متورثينهن من أجدادنا عندنا، وما نستغني عنهن بنوب، يعني مثلهن مثل ولادنا، نربيهن ونشوفهن شنو يلزمهن، وبالبرد نجللهن. عندنا طول يكون خافض حرارة، عندنا أدوية التهاب ويحاتون يراجعون الدكتور. ولادتهن تقريبا 11 شهر، وبالربيع على طول يكون يلدن بنيسان بالشهر هذا، نفسه يتلقحن ونفسه آخره يلدن. وللخيل مكانة كبيرة لدى مربي الخيول، حتى باتوا يطلقون عليها أسماء أولادهم أو يختارون لهم أسماء جميلة، وأيضا المفاخرة به وكتب الأشعار، ولها العديد من الأنواع. والله عندنا بنات أكثر شيء نسمي عليهن، أكثر شيء، وأنه الواحد شنو يحب يسمي يسمي بالجدرانيات والصقلاويات والهدب والحمدانيات، بأبيض وبأحمر وبأسود وبألوان كثيرة يعني. تبقى الخيول من أجمل الحيوانات الأليفة والأقرب إلى قلوب مربي الحيوانات، وإن كانت في القدم تستخدم للعديد من الأغراض، فأنها اليوم باتت رمزا للأصالة والعراقة.